هذا سؤال يقول اللي فهمت أنا يعني يقولون بك توجه رسالة للأطباء النفسيين صح؟ نعم الأطباء النفسيين ومن يعني يلجأ إليه ولو لم يكن طبيبا نفسيا أي الناس يشتكون له من أحوالهم وهموم الناس لا تنتهي ومشاكل الناس لا تنتهي أبدا هذا في هم وهذا في غم وهذا في مشكلة وهذا في كذا وهذا كذا فالمهم يقول أخونا سعدون يقول يعني كثير من الناس يبدأ عندما يرشد أمثال هؤلاء فيبدأ يرشده يقول له مثلا حاول تحل المشكلة الفلانية حاول توفر من معاشك مثلا حاول تقرب من زوجتك حاول تقرب من زوجك حاول تحسن علاقتك مع فلان حاول أنك تواظب على عملك لكن يقول قليل أو نادر على وصفه هو عطى ذمته زين من يرشده إلى أن يقوي علاقته مع الله خاصة في قضية الصلاة فيقول لو أمر هؤلاء وذكروا بالله سبحانه وتعالى وأن الله تبارك وتعالى بيده الأمر كله سبحانه وتعالى وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فيقول لو أمر هؤلاء يعني المصابين لو أمروا هؤلاء بالقرب من الله سبحانه وتعالى خاصة في الصلاة صلاة الليل صلاة النوافل صلاة الفريضة صلاة في المسجد أنهم يقتربون من الله أكثر فلعل هذا الأمر أن يريحهم وأن يفتح الله عليهم سبحانه وتعالى وجزاه الله خير تنبيه طيب جدا وفعلا حاولوا دائما أن تربطوا الناس مع ربهم تبارك وتعالى وأن يقتربوا من الله أكثر وأن الأمر بيده أولا وآخرا سبحانه وتعالى جزاك الله خير